اول حد بعد ما بتخلص اي موضوع بتبقى مهتم قوي ان هم يعني يسمع اللي انت عملت ايه. اه بيتي كلهم يعني اهل بيتي لازم دولت باخد رايهم دايما. هل مره حد منهم مثلا جه قال لك مش عجبانه وحشه غيرت حاجه ولا ممكن؟ لا هو في حاجه دايما بتحصل معايا مش في حاجات عجبانه ومش عجبانه. انا دايما بيبقى عندي تصور في المزيكا جوه دماغي يعني انا اول ما بعمل جمله ببقى متخيلها بالاوركسترا كامل مثلا هي موجوده هنا في دماغي. فما باجي اسمع حد في البدايه يقول لي ايه في حاجه ماما مش قاعدين جوه فعاده الرياكشن اللي بيعجبني بعد ما بخلص مختلفه خالص عن اللي سمعتها انا في الاول. مع ان انت بتقعد مع معاك في البروسس عارفه من الاول يعني عارفه لما انت تيجي مثلا ايه بتلبسي لبس فبتلبسي مثلا التي شيرت الاولاني ايه بقى اللي هيحصل فلما تيجي تكوني له جاكيت معين تلبس عليه بنطلون معين تيجي تلبس عليه شوز معينه حزام معين انت بتبين الصوره كلها بتكمل بتكمل بتكمل. فوانس انك تيجي تقول لواحد انا رايح الحفله دي ولابس تي شيرت هيقول لك تي شيرت ايه انت هتلبس ايه فهي لازم موضوع كله يعني موضوع تكوين ليه مره حد